لكن ابو كاتم جاو. اي والله انا لا ساعه كنت ضايع والله بساعه صدق عاد والله. شوف انا اقول لك انا احترم ابو كاتم واقدره لكني ذيك اليوم يعني سلمت جعلني في دعينك ابو علي عصبت عرفت الله يعافي ذا الوجه سلمت وما توقعت انه يعني ترى ما قد وقفت قدامه غير المره دي يعني ما توقعت انه استفزازي للدرجه دي استفزني اطلع برا يا ابو كاتم اسمعني الله يرحمه انا ابغى ما خليك تسولف اطلع برا يا رجل انا عاد يعني فيني عناد شويه ابدا توكل على الله طال عمرك دامك تعرف الفول زبطه انا ما اعرف له ما تعرف الفول؟ اعرف له بس اني انا بدي اختبره هذه لا ما هذه اختبار فيها 200 هذه فيها 200 لا ما عليك انا اختبر الرجال هو سلمت. علمتها اول بعدين اختبر الزبده يا طول عمر انها استفزني اطلع برا يا ولد خلني اعلمك اسمع عاد انا قلت لها اسمع شكلها زعل يوم قلت لها يا ولد اسمع يا ابو كاتم اسمع يا ابو كاتم قال لي 600 شوي الا الشباب كلهم مع الباب اطلع اطلع يقول لك اطلع خلاص والله جد والله جد يا شباب هو قاعد اطلع هو ترى اطلع اذا خصم عليك والله انك مهما تجادل مستحيل ترجعها انا ترى مستحيل ترجعها عرفت لكن في حل واحد انك تاخذها براسك وتطلع ايش تطلع تقول يا اخي انا قلت الحاجه قال 200 قال لي 300 انت اللي قاعد صح انت قاعد تمزق عمرك تصدق تصدق هذه انا كنت قاعد اقولها في راسي لكن استفزني وعجزت اطلع انا ابغى اطلع والله العظيم اقسم بالله العظيم ابغى اطلع بس ما قدرت ابغى فهمه انا كذا مني طبع لازم افهم الواحد يا ابو كاتم اسمع اطلع يا ابو كاتم اطلع لا اله الا الله يا ابو كاتم 600 طيب مع الباب ولا كانت اول 300 كانت 300 انا قسم بالله خصم علي 100 كانها 100000 لا والله